شوف عملنا مع بعض الكفتة بتاعت الحاتي، عملناها بكل الأسرار والسر كله في معلقة واحدة بس، هتعرفوا السر في ايه. شايفين لونها، شايفين التماسك بتاعها، وكمان وريتكم طريقة الشوي في الفيديو. اتمنى نحط لايك كتير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. شايفين متماسكة معايا ازاي، ما فكتش اهي. بصوا شايفين الكفتة بتاعتنا، شايفين متماسكة ازاي، شايفين من جوه فاتحة ازاي، مش غامقة، وعاملينها بمقادير كلها بسيطة وموجودة في كل بيت. اتمنى نحط لايك، ويلا بينا نروح مع بعض نشوف عملنا الكفتة دي ازاي. يلا بينا. ازيكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى حبايب قلبي هنعمل مع بعض طريقه عمل الكفته بتاعت الحاتي ومن تحضيرات العيد الكبير. طبعا العيد ما ينفعش من غير كفته ومن غير مشاوي. النهارده هنعمل مع بعض طريقه عمل الكفته. طبعا انا عامله مقدار كيلو واحد بس، انما انا بحتاج كميه كبيره، فانا كده كده هنزل اشتري من الجزار بتاعي وهو بيعملها لي. فان شاء الله لما انزل هصور لكم وهعمل لكم الاسعار. انا كنت صورت عنده قبل كده، اللي عايز الاسعار هسيب لكم الفيديو في صندوق الوصف، واسيب لكم كمان رقم التليفون بتاعه وتكلموه. انما انا دي هعملها على كمية صغيرة، انا عارفة ان احنا بنحتاج كمية كبيرة. هنعملها النهاردة من اول العمايل لحد لما نسويها ان شاء الله باذن الله. طيب معايا كيلو من اللحمة المفرومة، تمام بالشكل ده. بصي بقى اي نوع لحمة، انا مش هشترط عليكي نوع، يعني عايزة لحمة جملي ماشي، عايزة لحمة كندوز ماشي، اللي انت عايزاه. المهم ده كيلو لحمة بلدي، تمام. معايا كمان عليه بصلتين كبار متصفيين من المية بتاعتهم. اهو بيتصفى ازاي، بتجيبي مصفى وتفضلي تفعصي كده اهو في التفل لحد لما ينزل كل المية بتاعته، وبخلي المية لوحديها علشان المية دي انا بصبع بيها الكفتة بتاعتي. يبقى هنحط بصلتين اهم، تمام بالشكل ده، بصلتين كبار. ويستحسن ان هما يبقوا ناعمين قوي قوي. بصي انا لقيت حته خشنه هشيلها، انا ضربتهم في الكبه، او تبشريهم وتصفي الميه بتاعتهم كويس جدا. طيب الكيلو عليه ربع كيلو من، بصي بقى، ربع كيلو من الليه، تمام. طيب لو انا ما بحبش الليه ينفع استبدلها بايه؟ هقول لك انا بقى. بصي في طرب، عارفه الطرب؟ تمام. الطرب اللي هو بيتعمل بيه اللي بنلف بيه الكفته ده، عارفينه؟ بيبقى فيه قطعه كده تخينه كده بتتباع بالكيلو كده، بتبقى حتت الطرب التخينه دي اللي هي عامله ما تنفعش تتلف، بتبقى تخينه قوي دي. فدي انا بجمعها وبفرمها. انا خدت تمن من اللي عليه تمن من اللي هو منديل الطرب ده بس التخين، وضربتهم في الكبه لحد ما نعموا كده اهو معايا بالشكل ده، تمام. وعايزه اقول بس على حاجه، الناس اللي ما تعرفش الكفته الضاني، الكفته الضاني مش بتبقى معموله بلحمه ضاني، لا بيبقى عليها ليه، فالليه دي بتبقى ضاني، تمام. طيب معايا التوابل بقى بتاعتي، معايا معلقتين من البقدونس المجفف، ولو ما فيش بقدونس مجفف يبقى حبه من البقدونس الفريش بس مش كتير، حبه صغيرين كده احطهم عليها. ومعايا ملح، ولازم تظبطي ملحك. ومعايا اربع فصوص من الحبهان ضربتهم في المطحنه، ومعايا شويه فلفل اسود. بس كده يا جيجي، بس كده يا ستي، مفيش اي اضافات تاني غير بقى حاجه، تمام. وده السر بقى اللي هقوله لكم من عند الحاتي علشان يساعد عندك على التماسك. الكيلو عليه معلقتين كبار من النشا، معلقتين كبار من النشا، يعني النص كيلو عليه معلقه كبيره من النشا، وده السر ده من عند الحاتي، تمام. معلقه النشا هو ده بقى سر التماسك. المية دي هخليها لوحديها مية البصل، علشان دي اللي انا هعمل بيها ايه، اللي انا هصبع بيها الكفتة. هندلق بقى هنا اهو في وعاء اكبر شوية علشان ندعك بقى كده اهو براحتنا، تمام. ولازم الكفتة تضربي فيها شوية كتير، يعني ادعكي فيها شوية كتير، تمام. هفضل بقى انا ايه اعجن فيها كده اهو شوية، وبعد كده اهو هرجع لكم تاني، استنوني. بصوا بقى بعد لما عجنتها كده كويس جدا زي ما انتم شايفين بايدي، ولا ضربتها في كبه ولا اي حاجه، شايفين عملت معايا خيوط ازاي؟ اهي بصي لما تعمل معاكي خيوط كده بالشكل ده اعرفي ان هي ان شاء الله باذن الله مش هتفك ابدا. بس قبل ما تصبعي لازم تدخليها الفريزر نص ساعه، وبعد نص ساعه، طبعا هي مش هتجمد في النص ساعه دي بس هتسقع كويس. بعد كده هنبتدي نيجي نشكلها مع بعض ونشوف كمان طريقه الشوي ازاي عشان تطلع زي بره.
بعد ما عدى نص ساعة في التلاجة اللي هو الفريزر، تمام، هنبتدي بقى ان احنا نشكل الكفتة بتاعتنا. معانا بقى مية البصلة اهي مهمة جدا، ومعانا هنا الخلة، تمام. هناخد كده 3 اعواد عشان تطلع كده فيها فراغات من جوه ما تبقاش مكتومة. هبل ايدي من البصل بالشكل ده كده اهو، مية البصل، واروح واخده كده اهو، ونروح معصجين الكفتة بتاعتنا. تقدري تشيليها عجينة بالشكل ده وبعدين تطلعيها على الوقت اللي انت هتشوي فيه وتسيبيها تفك، بس وهي ساقعة مش متلجة، ساقعة، تبتدي ان انت تشكلي على طول ويكون الفرن سخن. دلوقتي انا مولعة الفرن على درجة حرارة عالية، تمام. هنحط على الشبك، بصي انا عملتها كده عشان يبقى فيها فراغات من جوه، عشان كده عملت 3 مع بعض. ممكن نزود بالشكل ده عشان نشك السيخ. يعني ايه نشك السيخ؟ هنشوف مع بعض دلوقتي. بصي يا ستي، هنبل ايدينا تاني بالشكل ده، تمام. اتاكد بس ان هو ايه مبلول كده معايا بميه البصل الحلوه دي، وبعد كده اروح جايه من هنا وعامله كده 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 اهو، ده كده اسمها ايه، بشك السيخ اهو. يبقى فيه التضليعه دي كده اهو. ممكن لو عايزه تقسميه الصباع على 2، بتفصلي كده اهو، تخلي ده لوحده وده لوحده بالشكل ده كده اهو، تمام. ادي شكل الصباع بتاع الكفته بتاعنا، ده كده صباعين كفته. الكميه كده اللي طلعت معايا من كيلو اللحمه زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله، لو احنا هنشتريها جاهزه مش هتبقى نظيفه ولا بالجوده دي. تعالوا بقى ندخلها الفرن. طيب التسويه بقى في الفرن ازاي عشان تطلع معايا زي المشويه بالظبط؟ بص يا ستي، اول حاجه مش هنحطها في صينيه خالص. هنعمل ايه؟ هنجيب الشبكه بتاعت الفرن اللي هي من فوق دي، عارفين اللي احنا بنحط عليها الصواني دي، هنحط عليها الاسياخ بتاعتنا او الخله بتاعتنا دي بالكفته، ماشي. ومن تحت هنحط صينيه فيها شويه ميه علشان الكفته ما تنشفش معايا وتفضل طريه، تمام. بنحط صينيه من تحت علشان تطلع بخار تخلي الكفته بتاعتي طريه. بتقعد قد ايه في الفرن؟ من 10 ل 12 دقيقه على درجه حراره عاليه، مش اكتر من كده. ما تقلقيش مش هتطلع نيه ولا حاجه، هي انا عايزاها بس تقفش معايا وتاخد لون حلو. طبعا نكون فاتحين من فوق ومن تحت لو امكن، ما امكنش يبقى من تحت بس، وبعد كده من فوق 5 دقائق او 3 4 دقائق تاخد لون بسيط قوي، تمام. بعد ما تخرج من الفرن هوريكم ازاي كمان الخدعه اللي تديكي طعم الفحم، هنعملها مع بعض وهنشوف كمان التماسك وهنشوف كل حاجة. استنوني، وعايزة احلى لايك لأحلى زيزي. هنشوف الكفتة بتاعتنا بعد ما خلصت بالشكل ده، شايفين لونها حلو ازاي وجميل، شايفين ما كشتش معايا، كمان النشا حافظت عليها وعلى القوام بتاعها. كمان عملت لها فحمية بعد ما طلعت، ولعت فحمية وحطيتها في طبق كده فويل، وبعدين رحت طشاها بحتة سمنة ورحت مغطيها بالفويل، وبعد كده عريت عليها تتهوى، وبعدين قلت اقدمها لكم. طبعا تقدري بقى ترش عليها بقدونس، تقدري تقدميها على رز بسمتي اللي انت عايزاه. دي الاكلة المفضلة في العيد طبعا، معاها لحمة لو امكن طبعا. تعالوا بقى كده نشوف كده مع بعض تسوية. شايفين الكفتة بتاعتنا؟ شايفين لونها فاتح معايا ازاي؟ شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. طيب تعالوا بقى كده نفتح كده مع بعض ونشوف. شايفين؟ ادي الكفتة بتاعتنا، شايفين متماسكة على السيخ ازاي اهي. بصي متماسكة وما فكتش ولا اي حاجة، شايفين؟ بجد مغرية هايلة بجد يا جماعة، حلوة جدا جدا جدا. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم في التعليقات، وزي ما قلت لكم هفضل اقول لكم ان انا هبهركم، يعني هبهركم حبايب قلبي جيجي، واشوفكم في فيديو جديد من مطبخ جيجي على قد ايدي، وباي باي في فيديو جديد.